تاريخ هذه القارة قديم جدا، ولم تتحدث عنه إلا بعض الكتب نادرا، يعني لا يوجد هناك مراجع يمكن الواحد يستدل بها، وإنما هذه معلومات نستقيها من كبار السن. أين ذهب سكان هذه الدولة الكبيرة؟ هناك روايات عديدة في أن عدد منهم ذهب مع عائلاتهم ضمن الفتوحات الإسلامية. الحديث عن قارة الصناهية منطقة تاريخية قديمة تبعد عن سيئون حوالي 25 كيلومتر، وترجع هذه القارة إلى قبيلة الصنهاجة الحميرية في نسبتها، فيها الحاكم الصنهاجي، وقصره لا زال موجود هنا، قصر الحكم والقلعة الخاصة به، ومنطقة فيها كان معروف أن عندها عدد كبير من الناس، وشواهد كثيرة تدل على هذا. القارة هي بالنسبة كاسم هي أماكن موجودة في حضرموت الوادي، مجموعة من القور، ومن بينها قارة قشيب وقارة الصناهجة وفي قارة العر أيضا. هناك كثير من المسميات اللي تطلق عليها كلمة قارة، والقارة طبعا هي جبل أو نتوح حق جبل يكون محمي من عدة جهات من ناحية حربية يعني. والقارة من حيث القدم عدد من المؤرخين أو كان هناك اتفاق من معظم المؤرخين إلى أنها موقع أثري إسلامي يعود إلى تاريخ أو عام 604 هجري، بينما المؤرخ بن عبيد الله في معجم بلدان حضرموت أشار إلى أنها من أيام الجاهلية، بل من أيام الديار العادية، أيام عاد وثمود وإيرم. ولهذا التي سنتحدث عنها من بين هذه القور هي قارة الصناهج طبعا بالصاد، وهذا الاسم أيضا ينطق خطأ، بعضهم يسميه السناهج وبعضهم يسميه الصنهاج وبعضهم يسميه الشناهز، وهذا موجود في القبور. طبعا الحديث عنها حديث بعيد جدا، يعني فيما يتعلق بتاريخ هذه القارة قديم جدا، ولم تتحدث عنه إلا بعض الكتب نادرا، يعني لا يوجد هناك مراجع يمكن الواحد يستدل بها، وإنما هذه معلومات نستقيها من كبار السن. طبعا استقبلوهم من الأجيال اللي مضت قبلهم، وجئتنا ونقلتها عن هؤلاء، فهم العهدة، طبعا عليهم العهدة. بالنسبة للموقع هي موقع معروف بالنسبة لها، هي تضاهي المدن القديمة اللي مشهورة في الوادي حضرموت مثل مريم وشبام والهجرين وبعض المدن اللي كانت مشهورة ودمون، وموقعها هو الآن تقريبا حال وسط بين مدينتي سيئون وتريم. بالنسبة لي سيئون حوالي 25، وبالنسبة لتريم طبعا كيلومتر، وبالنسبة لتريم حوالي 18 كيلومتر. القارة موقع حصين، فهي أولا تحيط بها الجبال كما لاحظنا أو نلاحظ من معظم الاتجاهات، وهي تطل على الناحية القادمين من ناحية الغرب، من ناحية الشرق، من ناحية الجنوب،
منقدمة من ناحية الجنوب، فهم يشاهدون ويترصدون هؤلاء القادمون من ناحية الغرب، كذلك من ناحية الشرق، فهم في هذا الركن والموقع الذي يطل على الشرق والغرب والقادم من الجنوب، فهم في هذا الموقع الحصين والمرتفع، وهذا يوفر لهم هذه الحماية. في أعلاها مبنى، هو مبنى شيخ القبيلة أو رئيس الدولة في تلك الفترة، هي دولة الصناهجي، يعني هي دولة، هي كانت دولة. هذه المنطقة اللي هي تسمى كوبانا فوق في أعلى الجبل. الحديث يدور أحياناً عن أين ذهب سكان هذه الدولة الكبيرة. هناك روايات عديدة في أن عدد منهم ذهب مع عائلاتهم ضمن الفتوحات الإسلامية. هناك روايات أخرى تشير إلى أن هناك حصل غزو مفاجئ على المنطقة وقتل منهم خلقاً كثيراً. هذه القارة اليوم لا يوجد فيها واحد من الصناهجة، كلهم غير موجودين. نعم باقي أسرة واحدة في الغرف عندنا، لكن الأسرة هذه مشكلتها أنها في المسميات الخاطئة هذه اللي هي الصناهج، وهم إلا زالوا اسم آل السنهي هنا في الغرف. وآخر واحد من أهل الصناهجة هؤلاء هو عجوز ماتت قبل فترة في القارة. هذا حديث من؟ حديث إمام مسجد عبد الله بن عمران في القارة اللي هو سالم بن عبيدون، وهذا متوفى طبعا. قبيلة الصناهجة اشتركت في الفتوحات الإسلامية طبعا مع غيرهم من القبائل والفئات والحبايب والتجار كذلك والمزارعين الذين انتقلوا إلى كثير من بلدان العالم في أثناء الفتوحات الإسلامية. هناك مشاركات لهم من عهد الخليفة أبو بكر الصديق، من عهد الخليفة أبي بكر الصديق، فلبوا نداء الواجب في طلب الفتوحات الإسلامية هذه، فكان انتشارهم نحو مصر والمغرب العربي. وتاريخهم ويعني تأثيرهم ملموس إلى اليوم في أكثر من منطقة، فكثير من الناس اللي يذهبون إلى المناطق التي ذهب لها الصناهجة وغيرهم من الحضارم إلى بلدان العالم يشاهدون وكأنه عاداتهم وتقاليدهم وحتى طبيعة غذائهم ولباسهم إلى درجة كبيرة كان يعني موجود وكأنه يعيش هنا في وادي حضرموت. والصناهجة بالذات لهم تأثير كبير مثل ما هو نسمع عنه في دول المغرب العربي، في المغرب وفي غيره من دول المغرب العربي وحتى في موريتانيا والصحراء الكبرى، وهناك حارات كاملة ويعني ممكن نقول حارات سكنية كبيرة يقال أنها لهم هناك وموجودين هناك إلى وقتنا الراهن. هذه الأمور بالنسبة لنا نحن في المراجع القديمة هذه هي حضرموت بشكل عام، يعني من القرن الأول إلى القرن الرابع تاريخها إلى الآن مفقود يعني، ولهذا تعتبر القارة من المفقودات، من الأشياء المفقودة، فلا يوجد إلى اليوم، لا تزال المشكلة هذه قائمة عن المراجع والمصادر التي هي تتحدث عن هذه الفترة من القرن الأول إلى القرن الرابع، فتاريخ حضرموت لا يزال فيه حلقة مفقودة وهي أهم الحلقات هذه اللي هي فترة له فترة الفتوحات الإسلامية ولا. لكن لو رجعت إلى التاريخ ستجد الأشعث بن قيس الكندي هو من كندة من حضرموت، كان من الناس المرتدين، ولكنه طلب الخليفة
أبو بكر الصديق طلب حضوره إلى المدينة، فحضر إلى المدينة وتزوج من أخت أبو بكر الصديق، فهذا واحد من الوفود التي وفدت من حضرموت في الفترة التي فيها طبعاً من القرن في بداية الإسلام يعني. وكثير من سكان المغرب العربي كما تشير الروايات والمقابلات مع بعض الأفراد يقولون أنهم نسبهم من حضرموت من قبيلة صنهاجة، وهذه صنهاجة هي في تاربة، فهي منطقة هؤلاء كما يؤكدون هم بأنفسهم أنهم من أهل حضرموت ومن قبيلة صنهاجة الحميرية القحطانية. هذه القرية الحالية الدولة السابقة والمدينة المستقبلية إن شاء الله تنسب للصنهاجة، وبحكم أن السلطان كانت دولة هنا وحاكمها الصنهاجي، والصنهاجي حاكم هذه الدولة، وكانت هذه الدولة وطلقت باسم الحاكم، كان حاكم الدولة، ولهذا نسبت القارة إلى هذه الأسرة ولا لا، وكانوا يمثلون دولة في المكان هذا، ولكن بعد طبعا هزيمتهم هزموا، فلما هزموا طبعا تبددوا وسافروا وأسسوا دولة في المغرب، وحتى عبد الرحمن بن خلدون هذا اللي هو عاش في مصر هو الصنهاجي موجود في الحضرمي، الصنهاجي من نفس الأصل حق القارة هذا، هو مؤسس علم الاجتماع من خلال الاسم هذا، انه عبد الرحمن ابن خلدون مثلا الحضرمي الصنهاجي، ولا توجد في حضرموت هذا المسمى الا من القارة هذا، فهذا ينسب لهذه المدينة، هو لم يعش في هذه المدينة، هو لم يعش في هذه المدينة، وإنما عاش في مصر، وكان يعني كما تقول رجل علم، وكان رجل قضاء وغيره، لكن نسبته إلى الصنهاجة مثبوتة لا تزال فيها في هذه المقدمة حقه، وهي دليل قطعي على أن هذا الرجل هو من بين الصنهاجة. القصص كثيرة حول يعني أسباب يعني نزوحهم من هذا المنطقة، يقال أنه هناك الأعداء كثير في ظل الصراعات بين الدول في القديم، معروف أنه الدول والدويلات والدول كانت فيها صراعات قديمة فيما بينها البين، وصراعات تأخذ أحياناً طابع المسلح وأشكال أخرى، ويقال أنهم أيضاً وجد لهم أعداء كثير، وحتى أنه كثير من الناس يعني حاولوا يقومون فيما بينهم وبين الأعداء صلح، ولكن يقال والله أعلم أنه في أحد اللقاءات هذه غدروا على أنه الناس من بين الاتفاق أنه يأتون يعني بدون سلاح، ولكن العدو الطرف الآخر جاء بسلاح وأخفاه وباشر يعني القتل والاقتتال فيهم. عندما هزم الصناهجة من قبل آل بيت مسلمة، يقال إنهم تقابلوا مع الصناهجة في منطقة عبيدونة، وقد قام آل بيت مسلمة بعملية خداع، عملية خداع يعني، حيث طلبوا هدنة مع أهل القارة مع الصناهجة، فجاء الصناهجة إلى عبيدونة هنا وهم عزل من السلاح على خيولهم، وجاء قبلهم أهل بيت مسلمة ودسوا سيوفهم في الرمال هذه الأماكن، فلما وصلت القوة من القارة قام البيت مسلمة ويعني كما تقول فاجعوهم بالأسلحة وقتلوا الذين جاءوا على هذه الفرسان، فعادت الفرسان إلى القارة. وفي مقولة للشيخ سعد السويني يقول فيها بيت من الشعر: خيل السناهج وارد كبانة، وكبانة قلنا هي القلعة التي يوجد فيها القصر الرئاسي في المكان هذا، هي شاردة هي واردة ضمانة، فهو يتساءل عن عودتها بدون فرسان.
لكن تبين فيما بعد أن الغدر حصل من قبله بيت مسلمة، وهذه هي الهزيمة التي مني بها الصناهجة وتفرقوا بعد هذا، وأصبحت الدولة حقهم دولة كما تقول سقطت وانتهت. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. أولا قديما كان السكان يعتمد على رعي، على زراعة وعلى الحرف. المهنة الأساسية حسب تقديرنا وحسب الشواهد إنها كانت الزراعة في ذلك الوقت، والزراعة وطبعا المزارعين والقرى عامة في عندنا وفي وادي حضرموت وحتى يمكن في أكثر من منطقة. الناس المزارعين دائما تخلق بينهم ألفة ومحبة وتعاون، حتى هذه البيوت يقال انه كثير منها بنيت على يعني بشكل تعاوني بين الناس، وحتى انه هنا مسجد يقولوا يعني اصبح مبني، يعني وكانه الناس كلهم جاءوا بالليل وكان بالليل ماشي والصبح اصبح هذا المبنى جاهز وكامل، وهذا ربما يعكس فعلا انه الناس في هذه المنطقه متعاونين. القارة كانت يعني بمثابة مدينة، لأنه علي بن أبي بكر السكراني يقول أن القارة هذه ساوت تريم من حيث الفتية، يعني إذا كنت أنت تريد أن تستفتي في أمر ما لعد تذهب إلى تريم، فالقارة فيها من يقوم بهذه المهمة لكثرة علمائها. لكن باقي من آثار هذه الدولة إلى اليوم هو المنبر الذي موجود الآن في متحف سيون، فهو مكتوب عليه قام بترميمه حسين بن علي السنهي، ومكتوب فيها تاريخ الترميم، السلطان مكتوب فيه السلطان. الشواهد التاريخية كما قلنا التي تدل على قدمها مساجدها، المنازل أو البيوت هذه بها عناصر معمارية تدل على هندسة البناء في القديم في ذلك اليوم. المساجد هناك أكثر من 6 مساجد آثارها باقية إلى اليوم. والله تعداد البيوت وعدد المساجد يدل على أن هذه المنطقة بها مساجد كثيرة، رغم أنه في تلك الفترة كان الناس يعني يستصعب عليهم أن يبنوا، فهم بنوا فوق الجبال وحفروا الآبار وسط الجبال وبنوا عدة مساجد، ولا تزال هذه الشواهد قائمة إلى اليوم تدل على أن هذا المكان يعني أهل بالسكان. فقال لي إمام مسجد باعمران اللي هو سالم بن عبيدون، قال أنه يقال أنه في هذه المدينة أو في هذه المنطقة التي تسمى القارة كان فيها سوق يسمى سوق القفان، وموجود المكان اللي هو فيه السوق وشاهدته بعيني،
قال إنه دخلت إلى مدينة القارة، أنا بسميها مدينة، طبعا قطار من الحنيد اللي هو هذا اللي يستخدم في الأكل. فقال إنه عندما دخلت هذا القطار ابتاع كله ما بين الخطبة وصلاة الجمعة، حوالي يعني عدد من الجمال، معنى إنه هذه المدينة ليست صغيرة، فهذا كل الحنيد ابتاع ما بين الخطبة والصلاة بس، هذه ليست معناها بسيطة العدد القارب، والشاهد على ذلك هي المساجد يعني والقبور. إلى جانب هذا وقصر الحاكم الصنهاجي والمساجد، هناك الآبار العميقة الموجودة في القارة. هذه الآبار منها بئر عميقة وعميقة جدا في أعلى المرتفع. وكيف حفرت هذا البئر؟ كيف حفرت آبار بجانب كل مسجد بئر؟ يستفيد أهل السكان، يستفاد منها للوضوء للطهور وللشرب للاستخدام اليومي. كيف حفرت هذه الآبار؟ معنى ذلك أنه يدل على الإرادة القوية للسكان في ظل عدم وجود آلات عصرية حديثة. وإنما الشاهد في الأمر أنه زمان قافلة تجي من عشرات الجمال، فعادة عشرات الجمال تنزل في أي مدينة تجلس أيام على ما يسوقوا يعني بضاعتهم، لكن في هذه المنطقة يعني يقولون التالي ما عاد يحصل شيء، تجي مجموعة قوافل بأي بضاعة بأي سلعة والتالي ما يحصل شيء. وكان يضربون الناس هنا مثل بالملح، قد الملح حاجة الناس لها قليلة جدا وما يستخدمونها كثير مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، وحتى الملح لما تصل قافلة كبيرة يقولون إنه التالي ما عاد يحصل شيء، يعني من تأخر يكون قد نفذت الكمية الموجودة الهائلة الكبيرة قد نفذت، وهذا يعطي إشارة كبيرة لأنه عدد السكان كان يعني حتى صعب تخيله يعني. إلى جانب هذا هناك آثار أربع مقابر. المقبرة القديمة التي نرجح أنها من العصر الإسلامي لعدم وجود شواهد فيها، وقبورها هكذا فيها امتداد من الطول، مقبرة باشمس. وشواهد القبور تدل على أنه فعلاً كانت يعني تشكل خليط من القبائل الاجتماعية التي كانت تسكن هذه المدينة. يعني يجب أن يتم حماية بنيانها والحرص على المآثر الموجودة فيها، لأنه الإنسان الآن، أنا كلمت الإمام حق القارة قلت له من الذي قام بتكسير هذه الجدران والبيوت والذا؟ قال المواطنين اللي هم ساكنين هنا أصبحوا يستعينون بالحجر حق البيوت هذه، يستعينون بالعواد حق البيوت هذه، فهدموا كثير من المباني، وأهم فيها المباني هي الجوامع والقلع. ما بقي من آثار قارة الصناهجة القديمة هي أطلال الديار الخرائب، هذه هي واحد من هذه الشواهد لقدم وآثار هذه القارة. هناك مساجدها، المساجد التي بقيت تدل على أنها أثر وموقع إسلامي. هناك البيت أو المسجد المبني من الطين المحروق، هذا أثر كذلك وميزة مما تميز به فن العمارة وفن القوة وجانب القوة لهذا المبنى التاريخي القديم. المقابر هذه مما بقي من أطلال ومن آثار هذه القارة أو الموقع الإسلامي. آثار هؤلاء القبور والشواهد كذلك هي
شواهد أخرى على ما بقي من هذه الآثار والأطلال.